السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما من قصر المعارض الواقع بالعاصمة، هنا من أمام بعض الأجهزة خاصة بأصحاب المغامرات وأصحاب الطرق الوعرة. خلينا نشوف الأجهزة مع بعض. يوجد عندنا هنا سنسبنشنز، يعني حديدي وليس هوائي، أو فيه بعض من الهواء. كذلك هنا يعني كابل رومركاج أو تيراي، يعني يقوم بجر بعض الأشياء الأخرى. هنا سنسبنشنز يعني هوائي. كذلك هذا الجاكيت يقوم برفع عجلة السيارة. هذا الجاكيت يستعمل خاصة في المناطق الرملية عند تغريز السيارة التي لا تحتوي على الديفلوك، يعني نظام توزيع العزم على العجلات. يستعمل هذا الجاكيت، سهل الاستعمال طبعا. هنا يعني جهاز هوائي لتنفيس العجلات، زيادة الهواء لها بعد طبعا ضغط. كذلك هنا هذا الجهاز يعني بطارية السيارة عند انخفاضها يقوم بالعمل. هنا يعني شبه خيمة. يوجد هنا بومبر، يعني ليس ماس للصدمات، هذا فقط لكي لا يلحق الضرر بالسيارة. كذلك عليه ضوئين ليليتين كما موضح أمامكم. هنا عجلة كذلك. هنا أيضا يوجد عندنا بمبر آخر. هنا هذا لرفع سلع أو شيء ما شبه ذلك، يوضع على مؤخرة السيارة أو مؤخرة شاحنة كما ترى. هنا هذا خاص بالشاحنات. كما ترون السيارة هايليكس، لكن هايليكس ليست عملية فقط بل عملية أيضا للطرق الوعرة. كما هي أمامكم عجلات مختلفة، السيارة مرتفعة أكثر على الأرض. هذا ما يوجد هنا من أجهزة. إن شاء الله إن كان في جديد راح نكون معكم. مع السلامة.